السلام عليكم. إذا في حدا موجود على البث بس يبعث أي شيء على التعليقات حتى نبلش. يعني لحد الآن ما في هدفات على اللايف. طيب طارق، الصوت واضح؟ طيب تمام.
دقيقتين وراح نبلش، شوف اذا حدا بده يفوت او لا. طيب طارق، سامعني انت هسه؟ اياه الصوت واضح. الو، قديش نحن ماشيين اللايف؟ ما خلاص. طيب تمام، راح نبلش السعية. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب آخر شيء وصلنا له امبارح كان عند الدوت برودكت والكروس برودكت، اللي هو سيكشن قديش؟ قبل واحد، قبل واحد، بعد واحد لستة. بس تذكير على السريع اللي أخذناه امبارح، أغلب الأشياء يعني المادة اللي أخذناها امبارح هي مش إشي جديد، كانت تتكرر مادة فيزياء 1. الأشياء الجديدة اللي هي كانت دايركشن وكوساين، كنا لما يكون عندنا متجه بثلاث أبعاد بهذا الشكل، ماشي، فهذا المتجه راح يكون إشي له اسمه إيش؟ دايركشن أوف كوساين. قلنا في زوايا هون بتكون زاوية اسمها جاما، وهون زاوية اسمها بيتا، مع محور واي، هذا محور إكس، هاي هون محور زد، في زاوية راح تيجي من تحتها اسمها ايش؟ الفا. قلنا الدايركشن اوف كوساين اللي هن كوساين الفا، كوساين بيتا، كوساين جاما. توصلنا العلاقة كانت انه كوساين الفا تربيع زائد كوساين تربيع بيتا زائد كوساين تربيع جاما دائما راح تساوي واحد، ماشي. قلنا اذا اعطانا متجه مثل هذا المتجه اسمه ايه، فايه كانت مثلا بتساوي اي اكس باتجاه الاي هات زائد اي واي باتجاه الجي هات زائد اي زد باتجاه الكي هات. نقدر نعرف الدايركشن اوف كوساين اللي هي عبارة مثلا بتصفي اي اكس هي بتساوي المقدار ايه في كوساين الفا، الاي واي هي عبارة عن مقدار اي في كوساين بيتا، الاي زد هي عبارة عن مقدار اي في كوساين جاما. هذا الاشي اللي اخذناه امبارح. طيب هذا الموضوع الجديد، كان في موضوع مهم مش جديد، هو متكرر ولكنه مهم، اللي هو ايش؟ الكروس برودكت الكروس برودكت. لما يكون مثلا عندي A متجه ضرب B، هذول متجهين، راح يكون الكروس برودكت هو A في B في كوساين الزاوية ثيتا الموجودة بين A و B. قلنا إذا دوت برودكت
ايه كروسبي راح يكون عبارة عن مقدار ايه في مقدار بي في ساين الزاوية بيناتهم بين ايه وبي. البث راح يكون محفوظ ما بعرف، يعني احنا اتفقنا اذا انا اصلا بكمل شرح المفروض يكون في ناس على البث، ما عندي مشكلة بشرح لواحد لو ظلوا على البث بس يكون ايش موجود، فما بعرف ما بعرفش اذا راح احفظ او لا صدقا يعني. طيب فهاي A كروس B، هاي A كروس B، قلنا الضرب الناتج عن الضرب التقاطعي فراح ينتج فيكتور جديد معامد لكل من المتجه الأول والمتجه الثاني، ف C راح يساوي A كروس B. فلو افترضنا انه هذا عندي A وهذا عندي B سبيل المثال، المتجه الثالث راح يكون ايش معامد على كل من المتجه الاول والثاني، هذا سي. تمام في نتيجة مهمة وصلنا لها امبارح، بس انا قاعد بعمل مراجعة للمواضيع اللي اخذناها امبارح. طبعا باقي المواضيع انه تضرب الفيكتور بمقدار راح يزيد مقدار، وتضربه بعدد سالب راح يتغير اتجاهه، وهاي الاشياء واضحة يعني ما لهاش مراجعة. اللهم صل على سيدنا محمد. قلنا انه اذا كان الدوت برودكت بين تو فيكتورز كان دائما بيساوي صفر، فمعناته بنقول انه A اورثوجونال ماشي على B، بالعكس صحيح انه B كمان عمودي، لانه ناتج الضرب النقطي بيناتهم كان دائما بيساوي صفر، فهذا المتجه عموديات على بعض. تمام، من هون بنقدر نحسب ايش كمية المقدار اللي راح ينتج، هذا المقدار دائما راح يكون كمية شمالها قياسية، هذا المقدار اللي هون راح تكون كمية متجهة ماشي الناتج من هون، بس هذا المقدار تبعه مش قلنا كمية متجهة بيكون لها مقدار واتجاه، بينما الكمية القياسية راح تكون دائما لها ايش مقدار فقط. هذا اغلب اللي اخذناه امبارح، ما يعني الاشياء الثانية واضحة كانت اتوقع. في معلومة صحيح قلت امبارح انه اذا كان عندك مثلا نقطتين بالفضاء تقدر توصل بيناتهم خط مستقيم تعمل فيكتور، صحيح هذا الاشي، ولكن بدنا نكون بس متذكرين عشان ما حداش يخربط هاي المعلومه، انه الخط المستقيم بقدر احط عليه عدد لا نهائي من النقاط مش شرط بس نقطتين. طيب ننتقل لموضوع اليوم، لموضوع حصه اليوم اللي هي هتكون ايش تريبل برودكت. تمام طيب بس في معلومة ما قلتها، انه لما تضرب اثنين فيكتورز تمام، فهون انت راح تستخدم الديتيرمينت، يعني اذا كان معطيه بشكل كومبوننت على سبيل المثال ناخذ مثال، فهي راح تساوي ايش تساوي اي جي كي كومبوننت اي الديتيرمينت، هون راح نحط الاي اكس، وهون راح نحط الاي واي، وهون راح نحط الاي زد، هون راح نحط البي اكس، وهون راح نحط البي واي، وهون راح نحط البي زد. طبعا طريقة الحل راح تكون كالآتي، لما نطلع المركبة اللي تكون باتجاه الاي هات ماشي، راح نقول نفتح قوس نحط اي هات يساوي، راح تكون عبارة عن ايش بنغطي على الاي هات بهذا الشكل، وبنضرب اي واي في بي زد ناقص اي زد في بي واي، فهي راح تكون اي واي في بي زد ناقص العكس ايش اي واي في بي زد ناقص اي زد في بي واي. تمام ناقص دائما بس ننتقل على الجهات دائما بنحط ناقص، وهذا الاشي راح يتبين شابتر الديتيرمينانت ليش هاي الناقص من اجت، فهي راح يكون هون جي هات بنفس الاسلوب، بنغطي على هذا العمود كامل، بنضرب اي اكس في بي زد ناقص اي زد في بي اكس زائد اخر كومبوننت اللي هي راح تكون عباره عن ايش نفس الاسلوب، نغطي على الكي هات راح تكون عباره عن اي اكس في بي واي ناقص اي واي في بي اكس اتجاه الكي هات. تمام هذا الاسلوب نقدر نطلع قيمه الكروس برودكت، يعني لو اخذنا مثال بسيط انه قلنا ايه بيساوي مثلا واحد اي هات
زائد 2 جي هات زائد 3 كي هات. ومتجه ثاني مثلا بي بده يساوي ايش؟ بده يساوي مثلا 2 اي هات زائد 1 جي هات ناقص 3 كي هات. على سبيل المثال ما بعرف شو قيمه الدوت برودكت راح تكون، ولكن خلينا نشوف. لو حطيت الفيكتور بس بدي اقول نتيجه مهمه ثانيه، تمام؟ بكل بساطه راح اقول انه راح ينتج سي فيكتور جديد هو ناتج الضرب التقاطع بين A و B ضرب B بين A و B راح يساوي I hat J hat K hat، راح تكون 1 2 3 2 1 ناقص 3. هاي راح تكون الاي هات هي عبارة عن ايش؟ 2 في ناقص 3 ناقص 6 ناقص 3 في 1 3 ناقص، من هنا نقول 1 في ناقص 3 ناقص 3 ناقص 3 في 2 6 جي هات. وهاي هنا ايش؟ راح تكون عبارة عن ايش؟ الكي هات، فهي 1 في 1 1 ناقص 2 في 2 4 باتجاه الكي هات، تمام؟ هاي يساوي، فهي راح تكون ناقص 6 ناقص 3 ناقص 9 اي هات ناقص 3 ناقص 6 ناقص 9 جي هات في اشارة سالب زائد 9 جي هات 1 ناقص 4 ناقص 3 باتجاه الكي هات، تمام؟ هذا الفيكتور سي اللي هو ناتج عن عملية الضرب التقاطعي. بالحالة هاي الفيكتور سي راح يكون معامد لكل من A و B، يعني لو أخذنا A دوت سي المفروض يعطيني صفر، لو أخذت A يعني عفوا B دوت C أو C دوت B ما بتختلف، لأنه الضرب النقطي ما بيأثر، ما يعني ما بتأثر بالتبديل، بينما التقاطع قلنا بتأثر. فلو أخذت مثلا الفيكتور A المفروض يطلع الناتج C إذا كان الحل صحيح. هاي A بتساوي 1 I hat زائد 2 باتجاه J hat زائد 3 باتجاه K hat، تمام؟ بدي اضربهم ببعض، فراح اضرب هاي بهاي، فراح تصير مثلا A دوت C، راح اضرب الكومبوننت ببعض، فهي 1 في ناقص 9 ناقص 9، 2 في 3 في 9 زائد 18، تمام؟ 3 في ناقص 3 ناقص 9، فلاحظ الناتج بيعطينا قاعد ناقص 18 زائد 18 فبيساوي 0، معناته حل صحيح. معناته المنتج سي ماله معامل، يعني بيعمل 90 درجة مع كل من A و B. فنتفق الآن على نتيجة إنه إذا كان أي فيكتورين عندنا A دوت B كان يساوي صفر، معناته هذول إيش بده يكون؟ بده يكون A معامل على B. إذا كان A كروس B بيساوي صفر، معناته A موازي ل B، يعني الزاوية بيناتهم صفر لأنه ساين الصفر. المفروض انه اليوم ابلش من هون من عند التريبل برودكت، ماشي؟ واشمل لعند الجريديانت حتى ناخذ الجريديانت، يعني كنت ناوي حتى محضر امثله لللاين انتجرال لهذا وللسيرفيس انتجرال كنت ناوي، بس كونه ما في حدا موجود يعني بثار ما له داعي، فخلص راح اكتفي لحد هون. الله يعطيكم العافيه والسلام عليكم.